احنا بنتكلم عن مؤتمر مهم جدا، فعايزين في البداية كده نعرف أهميته وتوقيته. مبدئيا انا بحيي البرنامج ومشاهدين البرنامج والقائمين على القناة لإتاحة الفرصة لي للحديث في موضوع ذكرى ثورة 30 يونيو والاستثمار والمؤتمر الاستثمار. لازم نكون عارفين ان موقع الدولة المصرية موقع متميز ما بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، ويقع في نقطة في غاية الأهمية والحيوية، وهي قارة أفريقيا، قارة آسيا، قارة أوروبا. انت في المنتصف بالضبط وعلى أهم ممر ملاحي في العالم كله، هي قناة السويس. فانعقاد هذه النوعية من المؤتمرات في على الأراضي المصرية ده يعتبر جهد واضح للقيادة السياسية والدولة المصرية في عمل هذه المؤتمرات. هذه المؤتمرات مش بتفيد مصر بس، بتفيد مصر وبتفيد الشرق وبتفيد الغرب. يعني الاستفادة هنا متبادلة ما بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر وبين الشرق. النقطة مصر في المنتصف في المركز، هي النقطة التي يتقابل فيها الشرق مع الغرب. فمكان المصرية أو الموقع الجغرافي لمصر موقع مهم قوي. طبعا. ودايما كان الموقع ده سبب المشاكل كلها، وسبب ان مصر حصل لها احتلال كذا مرة منذ قديم الأزل طبعا، وحاجات كتيرة قوي من على عصر على مر العصور زي بيقولوا، من ايام الهكسوس لغاية اخر حاجة عالمية. طبعا فالموقع ده مهم جدا. فاذا كنا بنتكلم النهاردة عن الاستثمار، فده موقع مهم جدا للاستثمار. المكانة الجغرافية، سهولة الوصول اليها بالطرق من الشرق والغرب، كل ده بيهيئ الدولة المصرية تكون دولة محورية. وفعلا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تاخد مكانتها الطبيعية. يعني ابتدينا نستغل ده بشكل صحيح دلوقتي عن السنين اللي فاتت طبعا، ولا حاسس ان احنا لسه؟ لا احنا بدأنا نستغل ده بالذات بعد ثورة 30 يونيو. مصر بدأت تاخد مكانها الطبيعي في المحيط الإقليمي والدولي. طيب.